إذا شفتك مرة ثانية تتزرق المقرونات، وإذا شفتني أتكلم مع الناس على بالك أنا اللي فاهم، إيه؟ من أنت؟ عشان أسوي إن أنا فاهم وياك، ست حلقة أنت فاهم؟ لا تخليني أقلب عليك. والله العظيم، والله العظيم. لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك. اسمع وأنا أكلمك. نزل يدك، نزل يدك، نزل يدك، نزل يدك، نزل يدك، نزل يدك. شفت الفيل؟ اسمع الفيل انتبه، قسم بالله. اسمع اقسم بالله ثم اقسم بالله الا ودك عيا اخر الليل لا تهدد علي ان شاء الله. والله نسيت ان انت في انا علي مغاطة. اقسم بالله شفت حرمتك اللي عندك في البيت. والله العظيم لا اخلي ناس يعني اخلي امي تكلمها، والله لا اخلي امي تكلمها، بقول ترى الرجل هذا ترى يدخل مع نسوان وترى بيتزوج عليه وعنا متزوج واحدة في مصر. أي 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 لا 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 يا ابن ال أيوة اركض. والله العظيم ترى أنا عايدة خلاص خلاص ولا كلمة. قاعد ما أدري وش عنده تاكي. وش عندك؟ عندك علاج؟ يلا بس أي وش علاجه؟ راح هناك عشان تقول عندي شعر وأزرع شعر من زينك حتى شعرك يا شيخ كأنك مظلم زيرو. ليش الحين ليش ما